ماذا لو سمير غانم ودلال عبد العزيز متجوزوش؟ فتاة المهمات الصعبة في الزمن الرديء. فانتاستيك بشر مين دي اللي تفاستك؟ سماريرو ودولي اللي فقدناهم الاتنين في أقل من 3 شهور، وجودهم سوا كأشهر وأطول قصة حب وجوازة في الوسط الفني. يا لو تشوف أنا اللي بيجرالي إيه؟ خلينا نتساءل، طب لو ما اتجوزوش كان هيحصل ايه؟ الحقيقه انه كان هيحصل حاجات كتير قوي. خليك معايا علشان اقول لك. اتفضل يا باشا اقعد جنبي 10 دقايق. ما كانش هيبقى عندنا مثل حقيقي بيكسر قاعده ان الحب ما بيعرفش سن. قلت لها بساعد الجواز، قلت لها اكبر منك ب 20 سنه. لا ما يهمكش يا بنت، ما يهمنيش ازاي الله يستر، لا مش دعوه. وما كناش هنتعلم ان الست لما بتحط راجل في دماغها هتجيبه، يعني هتجيبه حتى لو كان سمير غانم. تعرفوا على بعض مسرحيه اهلا يا دكتور، فيها كانت دلال عبد العزيز لسه وجه جديد وقعت في غرامه من اول لحظه ورسمت عليه طبعا شنكلته على طول. دولي كانت مراهنه الناس كلها انها هتتجوزه. استاذ محمود مرسي الله يرحمه، محمود المليجي، عبد المنعم مدبولي، كسبت الرهان. شفت انا اتبهدلت ازاي؟ وساعتها سماريرو كان هيفضل عازب الشاشه العربيه، اصل ما كانش راضي يتجوز خالص. سمير غانم اللي عاش مع دلال عبد العزيز دولي 37 سنه جواز، اتجوز مرتين قبل كده. اول جوازه قعدت شهرين والتانيه قعدت اسبوع. والله اللي العيد والعريس بيتجوز، ومادام العريس بيتجوز يبقى العروسه هتتجوز. بس الثالثه كانت ثابته، اسطوره لوحدها، تعرف تخطط مظبوط، مش في جود فازر يا جود مازر. وما كناش هنتعلم ان الراجل بيعرف يخرج من اي زنقه. ميلادي بيني وبينه يومين، اول سنه جبت له هديه، بعد بكره هيجيب لي هديه. فلقيته مطنش، قلت له ايه يا سميره انا عيد ميلادي النهارده. قال لي طب يعني شكلي وحش قوي، انت لسه جايبه لي هديه هردها لك. فتاني سنه قلت طنش بقى، بقول له ايه يا سمير عيد ميلادي؟ قال لي لو كنت قدمتي السبت كنت لقيتي. بجهز. من غير دولي ما تتجوز سموره ما كناش عرفنا الخليط الرائع ما بين الطعامه والشطاره. دلال عبد العزيز يعني ست قمر وموهوبه وشاطره قوي قوي في شغلها، عملت 190 عمل فني من افلام ومسرحيات وبرامج تلفزيونيه ومسلسلات على مدار 41 سنه في المجال، وفي نفس الوقت زوجه وام مبهره. طب ازاي؟ ها؟ ازاي؟ ازاي؟ سمير غانم ده انت جاد فادر الكوميدي، يعني تلاقيه في اضواء ثلاثي المسرح اللي كسروا الدنيا ساعتها. لو كانوا سالونا ليه ما يولدونا عارفين كنا نقول ايه. وبعدين مسرحيات وافلام وبرامج تلفزيونيه واذاعيه وكمان فوازير، وعمل اكتر من 225 عمل فن لمده 56 سنه. ودي مش ارقام، ده مجهود وتعب وسنين وسهر وتاريخ وضحكات على وشوش ملايين. المهم جوازهم خلاهم يعملوا مع بعض اعمال فنيه عظيمه زي مسرحيه فارس وبني خيبان، مسرحيه اخويا هايس وانا لايس، وافلام كتير محفوره في ذاكرتنا زي طبعا يا رب وانا، حادي بادي، والاغبياء الثلاثه، وكمان شاركته في الفوازير. لو دول ما كانتش جريت ورا سموره كان هيفوتنا حلويات الدراما والسينما المصريه. ايمي ودنيا سمير غانم كفشة موهبة مرمية كده في وشنا، وكمان مثلوا مع بعض كعيلة وضحكونا كلنا في لالا لاند وفي لهفة. أكتر حاجة بيخاف منها الفنان سمير غانم إيه؟ اللي كل واحد بيخاف منها، الموت. الحقيقة يا سمورة ملكش حق إنك تخاف من الموت، لأن اللي زيك ما بيموتش، ولا أنت ولا دولي ولا باقي العيلة، أنتوا محفورين في قلوبنا باللطافة والحب والضحك والسعادة. هنفضل نتفرج على مسرحياتك كل عيد، وهنستنى ايمي ودنيا كل رمضان. عزيزي سمير اسمح لي اقتبس جملة منك، اهي ايام بتعدي يا ضيف، وهنتقابل بلا تكليف ونفضل نضحك نضحك نضحك. بيني وبينك عندك احسن اروق انضف، لولا الرب علينا بيلطف كنا زماننا بناكل بعض، بس بنضحك نزعل نضحك نفرح برضو نضحك.